معلومة بسيطة جدا، انتوا الدهب بتاع مصر، لان انتوا واخدين الشغلانة عن دراسة وفهم. دخلت هنا ازاي؟ خبراتك اللي قبل كده ايه؟ بتحلم بايه المشروع ده؟ انا خريج دفعة 2018 وبرضه حضرت الماجستير في تخصص بيولوجيا الاسماك. تمام. السمكة معينة اسمها الصرع. اسمها ايه؟ الصرع. الصرع؟ السمكة في مصر هنا دي؟ السمكة موجودة هنا في مصر. سمكة الصرع دي سمكة بحرية موجودة في خليج السويس. طبعا احنا طبعا بنحاول برضه ندرسها بشكل اعمق شوية بحيث ان احنا ندخلها كمصدر برضو مستزرع. طبعا الموضوع ده بيبقى صعب شوية، ندرسها البيولوجيا بتاعتها هتبقى موجودة في الخليج لحد امتى، تواجدها السنين اللي فاتت كانت موجودة او لا، وهل في فرصة ان احنا نستزرعها. هي موجودة في مصر؟ هي موجودة في مصر. دي سمكة كبيرة سمكة صغيرة بحرية. حجمها قد ايه يعني؟ شبه المرجان كده بالظبط. شبه المرجان. تمام. الله يدي حلوة قوي. فاحنا بنحاول برضو ندخل في مصر اسماك يعني اكتر واكتر، بنعمل دراسات على الاسماك في مجال الابحاث يعني انت تشتغل على تفريخها؟ هنشتغل على اولا بندرسها كسمكه ونشوف السبل الفرص ان احنا نخليها في الاستزراع والتفريخ وهكذا. ده يعتبر ايه شغل المجالات البحثيه، ان احنا بنختار المواضيع الشائكه علشان نقدر ايه نخليها فرصه كويسه جدا لمصر. حكايتك ايه مع الجمبري بقى؟ احكي لي. حكايتي طبعا انا بدات طبعا اتعمل لك انا انترفيو صح؟ تفهم في الجمبري ولا لا؟ بتعمل ايه؟ زرعت فين؟ انا كان بدايتي في الشركه الوطنيه في مشروع الفيروز. طبعا يعني عليك. من اضخم المشاريع في الشرق الاوسط. كسبنا الخبره وطرنا. لا مش طرنا، تحركنا يعني. طبعا تحركنا. ايوه بننشر يعني الخبرات بتاعتنا في كل حته. مظبوط. طبعا حضرت معاهم دورتين وكانوا دورتين يعني كويسين جدا. برضو توجهت بقى ايه للتحديات اكتر. جالي هنا فرصه ان شاء الله، جالي فرصه على كان في تقديم على النت يعني على شركه الكومي. طبعا يعني انا حاطط عيني عليها من زمان ان هم برضو ايه بيقدموا شغل كويس جدا كتحديات. طبعا من طبيعه الشباب ان احنا بنحب التحديات اكتر وبنحب ان احنا نروح اماكن صعبه علشان احنا يعني المجال السهل برضو مش بتاعنا، احنا بنحاول نطور في الحاجات الصعبه. الحاجات الصعبه دي هي اللي فيها النجاح وفيها يعني الواحد بيعمل اسم كويس في الاماكن الصعبه دي.